اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخليه والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه واللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء اركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول تطوير وتنمية جزيرة الوراق وقد وجه السيد الرئيس بإشراك وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ذات الخبرة الناجحة في العمل الميداني الخدمي والمجتمعي لتعزيز جهود الدوله للتطوير العمراني لجزيره الوراق وتزويدها بالخدمات المتكامله في اطار تخطيط هندسي حديث ومنظم وكذلك تدقيق وحوكمه البيانات على ارض الواقع لتنفيذ التطوير على الوجه الامثل ولتلبيه احتياجات وطلبات الاهالي بما في ذلك التعويضات ذات الصله وقد تم في هذا الاطار عرض الموقف التنفيذي الخاص بالمخطط الاستراتيجي لتطوير وتنميه جزيره الوراق لا سيما ما يتعلق بانشاء الابراج السكنيه الحديثه بوحدات صغيره وكبيره المساحه فضلا عن جهود رفع كفاءه البنيه التحتيه للمنطقه خاصه اعمال الكهرباء ومد مسارات الكابلات لمحطات التحويل الكهربائي الى جانب اعمال تغذيه المياه والصرف الصحي وكذلك تصميمات شبكه الطرق الداخليه كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء اركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه واللواء احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه واللواء اركان حرب عصام الشيخ مدير اداره المركبات بالقوات المسلحه لاجتماع تناول استعراض جهود توفير المعدات والالات الخاصه بالمشروعات القوميه التنمويه على مستوى الجمهوريه وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على جهود توفير الالات والمركبات مختلفه الاستخدامات لصالح عمليه التنميه الشامله في الدوله موجها سيادته بالتوسع في جهود توطين صناعه الالات والمعدات الثقيله بالتعاون بين مختلف الجهات المعنيه من القطاعين العام والخاص وذلك في اطار استراتيجيه التوطين المحلي لصناعه مستلزمات الانتاج كهدف استراتيجي وفقا لمعايير الجوده العالميه